اللحظه كمان. هو زي حضرتك قلت كده فعلا من حوالي 15 يوم، والأهم المعاينات باستمرار للاستاد، بنشوف الطرق اللي هيمشي فيها جميع الطرق المؤديه للاستاد بيتم تامينها. اتعمل اجتماعات كتيره مع الجهات المعنيه كلها، تم اختيار القوات اللي هتيجي تامن المباراه دي، عددها ما يقرب من 15 تشكيل امن مركزي، ضباط مباحث، ضباط نظام، ضباط مرور، دي كلها علشان تامن المنطقه اللي موجوده حوالين الاستاد بالكامل، وتمنع اي مواطن يدخل المباراه حسب التعليمات اللي جايه من الاتحاد الافريقي. فانا بهذه المناسبه بناشد كل مشجعي الكوره انهم يلتزموا بالتعليمات اللي جايه من الاتحاد الافريقي، من ما فيش مواطنين هيبقوا موجودين داخل الاستاد، عشان ما تحصلش مصادمات بيننا وبينهم، لان اللي جاي يشجع ده اخويا وابني وقريبي، فانا مش عايز انا اتعامل معاه بصوره مش كويسه. لكن هم طبعا الناس اللي عملوا ثوره 30 يونيو بدون شك هم ناس حب بيفهموا في الاجراءات القانونيه، وناس على وعي كبير جدا، وهم هيلتزموا بهذه التعليمات، وانا عشمان عشم كبير جدا انهم يلتزموا بهذه التعليمات ومحدش يجي علشان ما يدخلش الملعب. تمام. قبل ما تتطرق في بعض التفاصيل الخاصه بمساله تامين المباراه، الحاج احمد الصحيفي طبعا نادي الجونه مستضيف المباراه على ملعبه، اجتماعات نادي الجونه الفتره الاخيره مساله استضافه الاعلاميين، استضافه الاهلي، استضافه الزمالك، الامكانيه في مساله التدريبات على ملعب نادي الجونه، بالتاكيد كان نفس الفكر ونفس الترتيبات مع الامن ومع الاسعاف كمان مع وزاره الصحه. يعني اديني كده كل التفاصيل الخاصه باستضافه نادي الجونه لهذه المباراه. اولا انا بسلم على الاستاذ محمد الليسي والباشمهندس شريف في حبيب، بقول لهم كل سنه طيبين. طبعا هو حدث طبعا كبير مش صغير، ان مدينه الجونه تستضيف قمه افريقيه، يعتبر احسن فريقين في افريقيا بالكامل على ارض استاد الجونه. احنا بنعتذر بس على حاجه واحده بس، ان المباراه تقام قبل الفطار. ان شاء الله نوعد في الفتره القادمه ان شاء الله يكون في اضواء كاشفه على اساس ان ممكن نستقبل، واتمنى كمان ان في الفتره القادمه ان كل بقى فرقه تلعب على ملعبها وبجمهورها ان شاء الله. اولا انا بقدم الشكر مش عشان سيادة اللي هو موجود والله لا، بس يعني ليه بصمات سابقه قبل مباراه الاهلي، يعني استضافته لمباراه نادي الاسماعيلي، زائد استضافته لمجموعه الصعيد للترقي، فبصراحه يعني بيبذل مجهود جامد قوي في سبيل النضوج يعني بالرياضه المصريه في مدينه البحر الاحمر في مدينه الجونه، حاجه كويسه قوي يعني بصراحه. طبعا الفتره فاتت كانت كلها يعتبر سيادة اللي هو مش سايبنا نرتاح خالص، اجتماعات دوريه بقول لك يعني بص يعني في رمضان اجتماعات من 9 الصبح نشتغل بقى اجتماعات لحد نروح نفطر ونرجع بعد الفطار نشتغل تاني لحد السحور. كنا الصحفي في المكتب عند حضرتك امبارح، بص يعني تامين كامل. انت حضرتك الاسعاف سيادة اللي هو كان في اجتماع مع اللي هو مسؤول عن الصحه، تم توفير 25 سياره اسعاف، 25 سياره اسعاف، هيكون في 10 جنب الاستاد و15 بعيد عنه شويه. من الملعب محتاج عربيتين بس، في عربيتين دولار اللي خاصين طلبهم نادي الزمالك، دول يكونوا موجودين داخل الملعب، لكن السدادات اللي هي المحافظه نفسها في 25 سياره اسعاف موجوده، يعني تحسبا لاي ظروف. يعني احنا بص يعني سيادة اللي هو حاطط يعني لأسوأ الظرف ممكن نوصل له، عامل له الاستعداد ان شاء الله على اساس انه يوم عادي، لان اليوم ده مش يوم عادي، اليوم ده بيمثل ان انت بتحفظ سمعه جمهوريه مصر العربيه، بتحفظها في شكل مباراه من ناحيه التنظيم، من ناحيه الالتزام من الجماهير. وانا زي ما قلت له بناشد الجماهير ان في حاله يعني ان الجمهور بيحاول يدخل المباراه هتتلغي المباراه على الفرقتين، وممكن الفرقتين اوت بره البطوله الافريقيه، طبعا هيبقى شيء صعب وهيبقى سمعه مش كويسه لينا بره. انا بقول نستحمل المباراه دي، نستحمل المباراه دي، وان شاء الله الماتشات اللي جايه تبقى بجمهور. بس بقول لك يعني استعدادات كامله من تامين طرق، من تامين الطرق بتودي الملعب، تامين طرق خارجيه، تامين نادي الزمالك، تأمين نادي الاهلي، يعني سيادة اللي هو لسه جايين دلوقتي من تمرين نادي الزمالك، طلب ان لازم يجي يشوف برضه مسؤول نادي الاهلي ويقعد معاهم ويشوف لو في اي عقبات معاهم او اي مشاكل بالنسبه لهم. فبصراحه يعني احنا بنعمل اللي علينا، وان شاء الله يعني ربنا يكلل مجهود كل القائمين على هذا العمل يعني على خير ان شاء الله.